لتفاصيل أوفى من إسطنبول مراسل الغد علام. أصبحت علام بأي الملفات الملحة ستكون الحوارات اليوم بين الجانب التركي والأمريكي؟ نعم داليا، هناك عدد كبير جدا من الملفات سواء على المستوى الثنائي أو ما يتعلق بالملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سيتم نقاشها في هذه المحادثات المهمة من وجهة نظر أنقرة على الأقل، لأنها تواصل مهم مع إدارة بايدن التي كانت توصف العلاقة معها بأنها متوترة في أوقات سابقة. من هذه الملفات نتحدث عن العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ونتحدث تحديدا في هذا الإطار عن صفقة S-400 التي تسببت، نتحدث عن المنظومة الصاروخية التي اشترتها تركيا من روسيا والتي تسببت في الفترة الماضية بخلاف كبير بين الجانبين التركي والأمريكي، والتي سيتم نقاشها بشكل مفصل في هذا الإطار. علام، في هذه التفصيلة تركيا بالتراجع عن هذه الصفقة. في هذه التفصيلة تحديدا هناك معلومات تحدثت أنه أنقرة على استعداد لتنازل ما بخصوص صفقة S-400 باتجاه استعادة علاقاتها إلى ما كانت عليه مع واشنطن. إلى أي حد هذه المعلومات دقيقة؟ لا توجد معلومات رسمية داليا في هذا الإطار من الجانب التركي على الأقل، لا نستطيع الحديث عن هذا من وجهة نظر رسمية، ولكن نستطيع القول أن الجانب التركي الرسمي التركي على أعلى المستويات يؤكد حتى الآن أن تركيا لن تتراجع عن صفقة S-400 مع روسيا، وأن المنظومات التي تم شراؤها ووصلت فعلا، وصل جزء منها إلى تركيا، سيتم تفعيلها في الوقت المناسب بعد أن يتم نشرها في الأماكن التي تحددها تركيا وفقا لحاجتها. هذا هو الموقف الرسمي المعلن، ولكن على الجانب الآخر داليا، تركيا تقول إنها منفتحة على الحديث مع الجانب الأمريكي في هذا الإطار من أجل شراء منظومة باتريوت الأمريكية، وهي المنظومة التي تقول أنقرة إنها حاولت شراءها من واشنطن قبل شراء منظومة S-400 من موسكو، ولكن كانت هناك خلافات عدة كثيرة عطلت وعرقلت هذه العملية. ولكن الآن أنقرة تقول إنها مستعدة لشراء صفقة صفقة باتريوت الأمريكية، منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية باتريوت، في الفترة القادمة حتى لو كانت بأسعار عالية، كما تحدث مسؤولون أتراك على رأسهم وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع التركي في الأيام الماضية. وبالتالي تركيا تحاول أن تقنع الجانب الأمريكي بوجهة نظرها في هذا الإطار، وحتى الآن لا يبدو أن هناك تغيرا ما ملموس في هذا الموقف فيما يتعلق بS-400 على وجه التحديد، ولكن هذا الأمر سيطرح للنقاش على طاولة المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين، بالإضافة إلى ملفات أخرى من بينها تطورات الأزمة السورية، الملف الليبي، شرق المتوسط، وصولا إلى أفغانستان التي تقول أنقرة إنها مستعدة للتعاون بإطارها مع مختلف الأطراف الفاعلة فيه. وبالتالي هناك عدد كبير جدا من الملفات تبحث في هذه المحادثات، ربما على رأسها سيكون ملف S-400 والجدل. نعم. الواسع في هذا الإطار سواء قديما أو حاليا في حكم العلاقة مع روسيا، تركيا مع روسيا أو تركيا مع واشنطن والناتو، وبالتالي هذا الأمر من الملفات الكبيرة والمهمة في هذه المحادثات. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات من إسطنبول، مراسل الغد علام. صبحات.